ازيكم شباب، عاملين ايه؟ معاكم احمد رضوان، والنهارده ان شاء الله هنشرح طريقه زياده فلوس الماستر ليج. تمام، لان في ناس كتير قوي بعد التحديث الثالث من باتش سوبر ستار مش عارفه ازاي تزود فلوس الماستر ليج. في ناس بتحب كده ان هي تزود يعني الفلوس بتاعت او ميزانيه الانتقال بتاعت الماستر ليج وكده. فبعد التحديث الثالث لباتش سوبر ستار الناس مش عارفه تعمل الموضوع ده، فالنهارده ان شاء الله هنشرح الموضوع ده هيتم ازاي. موضوع بسيط، لو انت عايز يعني تزود فلوس الماستر ليج تقدر تتابع معانا الشرح. بس قبل ما نبدا الشرح بتاعنا عايز انبه حاجه، ان الطريقه دي هتمشي مع باتش سوبر ستار بس. تمام، يعني الطريقه دي لباتش سوبر ستار بس، فانت لو بتستخدم اي باتش تاني معرفش اذا كان الموضوع ده يمشي معاك ولا لا. حبيت بس اوضح لك حاجه زي كده علشان لو مثلا انت بتستخدم باتش تاني وجربت الموضوع ده وما ظبطش معاك. بنبه تاني ان الموضوع ده الباتش سوبر ستار الناس بتستخدم سوبر ستار سواء النسخه المدفوعه النسخه المجانيه اي نسخه فيهم، الشرح ده للاثنين يعني. طيب يلا بينا دلوقتي نروح على الشرح بتاعنا، تعالوا معايا. زي ما حضراتكم شايفين كده ادي دي الاداه بتاعتنا اللي هنستخدمها عشان نزود فلوس الماستر ليج. فكل اللي هنعمله ان احنا هنروح نفك الضغط عليها، وطبعا هتلاقي اللينك بتاعها موجود في الديسكريبشن بتاع الفيديو ده. تمام، وهسيب لك برده اللينك في اول كومنت مفيش مشكله. طيب هنروح نفك الضغط بالمنظر ده كده، هيفتح معانا او هيظهر لنا الملف ده كده. هنفتح الملف، بعد كده هنروح نفتح الاداه دي، خليني كده بس اوضح لك. ايوه نفتح بس الاداه دي كده بالشكل ده كده، بعد كده هنروح دايسين على اوبن بالمنظر ده كده. بص ركز معايا بقى عشان اللي جاي ده مهم. قبل اي حاجه تمام لازم تروح عند فولدر كونامي اللي عندك، او هتروح على فولدر الدوكيمنت، بعد كده كونامي بيس 21، وادي الاي دي بتاعك، وادي السيف ده كده ملف السيف بتاعك. بص بقى هنا اي حاجه اسمها ام ال ده هو المسؤول عن الماستر ليج. تمام، فلنفترض انا هفترض ان انا هشيل ملف الام ال ده. تمام، ممكن يكون انت مثلا ما عملتش ماستر ليج خالص فما عندكش اي ملفات هنا اسمها ام ال. تمام، وهنعمل الموضوع مع بعض، يعني هنعمل ماستر ليج مع بعض وهمشي معاك الموضوع واحده واحده. تمام، فهنروح على السيلكتور بتاعتنا ونشغل اللعبه. فانا هستنى لما اشغل اللعبه وارجع لكم مره ثانيه. زي ما انتم شايفين هو فتح معانا بالشكل ده كده اهو بالمنظر ده كده. هنروح على الماستر ليج بتاعنا ونروح مثلا على تحميل ماستر ليج بالشكل ده كده. هنلاقي ان مفيش اي ملف ماستر ليج عندنا، عشان طبعا ملف الام ال اللي احنا اتكلمنا عليه هنا ده اللي هو ده اهو اللي موجود في الكونامي ده انا شلته. تمام، فانا ما عنديش اي ملفات ام ال هنا خالص اللي هي بتدل على الماستر ليج. فزي ما انتم شايفين مفيش اي ملف ماستر ليج عندي. ممكن يكون انت عندك مفيش اي مشكله، فده عادي يعني مفيش اي مشكله. لو عندك او سواء ما عندكش ممكن تكون انت لاعب ماستر ليج فعادي هتطبق برده معايا الشرح عادي جدا. في حاله ان انت ما عندكش يعني في حاله ان انت ما عندكش اي ملف ام ال او اي ملف ماستر ليج او مش عامل اي ماستر ليج، هتعمل ايه؟ كل اللي هتعمله كالاتي. تمام، هتروح على جديد لما تخش على الماستر ليج كده تدوس على جديد، بعد كده تختار فريق عادي تعمل ماستر ليج عادي خالص بالفريق اللي انت هتلعب بيه مثلا ايا كان اي فريق، او مثلا انا عامل فريق مثلا الاهلي مثلا، اختار اي مدرب اي حاجه اهو اي حاجه على عادي خالص اخش عليه خالص. ركز بقى معايا هنا، هنعمل العمله بتاعتنا بالدولار. تمام، هنعملها بالدولار. تمام، بس دي لازم تركز في النقطه دي ان احنا لازم نخلي العمله بتاعتنا بالدولار. بعد كده هندوس اوكي بالشكل ده كده. تمام، وهيبدا يخش معانا الماستر ليج عادي خالص مفيش اي مشكله. احنا بس بنعمل ايه ماستر ليج عشان احنا ما كناش عاملين، انا بفهم الناس ان عشان لو محدش عامل ماستر ليج خالص يعمل ايه والدنيا تكون ماشيه ازاي. تمام، او يبدا يخش معانا عادي خالص، وافهمك برده ان انت لو عامل ماستر ليج الدنيا هتتم معاك ازاي والموضوع هيمشي ازاي معاك وهكذا. يعني برده هشرح لك الموضوع في ناحيتين. تمام، عشان برده تبقى الدنيا ايه واضحه معاك. طيب ادي كده يعتبر انا عملنا اهو الماستر ليج بتاعنا، وتعالى نخش كده على المفاوضات عشان نشوف ميزانيه الانتقال عندنا وميزانيه الراتب. بص ارقام قليله طبعا احنا عايزين نزود الارقام دي، فهنعمل ايه؟ هتقوم جاي راجع كده. تمام، وتقوم جاي رايح على النظام. تمام، وتروح على حفظ. جميل، بعد كده هتقوم جاي دايس على اول واحده دي او سواء بقى اي مكان فاضي هيبدا يعمل حفظ خلاص اهو وكده. تمام خلاص، ارجع كده بقى واخرج والدنيا تمام واوصل للحته دي، اسيب اللعبه شغاله. تمام، زي ما انت شايف هنا كده ادي ملف اهو. بص كاريت اسمه ام ال 0000 هو الام ال ده اختصار ايه؟ الماستر ليج. انت ممكن يكون عندك الملف ده. هنا بقى هننقسم حالتين، ان انت لو كان عندك ماستر ليج او انت لسه هتعمل ماستر ليج، فاحنا كده الاثنين كده بقوا زي بعض. في الحالتين انت هتطبق معايا الكلام اللي انا هقوله ده دلوقتي، يعني في الحالتين سواء انت كنت عامل ماستر ليج قبل كده
او يعني عامل ماستر ليج وعايز تزوده، او انت لسه عامل دلوقتي معايا الماستر ليج، الموضوع هيمشي معاك في النهايتين. تمام. هنقوم جايين رايحين على الاداه كده، ونروح دايسين اوبن بالشكل ده كده، او خلينا نمشي من الاول، هنروح على الاداه بالشكل ده كده، بعد كده هنشغلها بالمنظر ده كده، وانا همشي معاك الموضوع واحده واحده من الاول وبالتدريج. هنروح دايسين على اوبن، بعد كده طبعا هو ممكن ما يفتحلكش على ملف السيف، فتعالى اقول لك هتوصل لملف السيف ده ازاي. هتروح على دوكومنت، بعد كده هتروح على كونامي بيس 21 الاي دي بتاعك، تمام، بعد كده سيف، بعد كده هتروح ادي ملف الام ال اللي انا بقول لك عليه، سواء انت كنت عامل ماستر ليج قبل كده او مش عامل مش هتفرق معانا. تمام. طريقه واحده يعني، فاهم الطريقه هتمشي واحده. تمام، خلي بالك ان انت ممكن يكون عندك كذا ملف ماستر ليج، يعني ممكن تلاقي مثلا ايه ام ال 0 ام ال 1 ام ال 2 وهكذا، فانت اعرف الترتيب بتاعك من هنا. يعني مثلا انت عايز تعرف انا دلوقتي الماستر ليج اللي عندي اعرف ده رقم كام. بص، اول واحد بيبقى 0، تاني واحد هنا بيبقى الملف اسمه ام ال 1، فاهم انت؟ يعني نقص واحد من كل رقم، يعني مثلا هنا 3 يبقى الملف هيبقى ايه؟ هيبقى ام ال 2 وهكذا، فاهم الدنيا؟ عشان اول ملف بيبقى 0، هما بيمشوا 0 1 2 3 وهكذا، فاهم؟ فانت لو عندك كذا ماستر ليج شوف انت الرقم اللي هنا كام، وشوف الرقم اللي عندك هنا هتلاقيه بالظبط. يعني نقص مثلا من 4 ده مثلا 1، هيبقى ايه ام ال هنا مثلا 3 وهكذا. فانا عامل ماستر ليج واحد، فهو الام ال 0 ده ما فيش غيره. تمام، هنقوم جايين دايسين عليه كليكتين بالشكل ده كده، هيبدا يفتح معانا الملف، او فتح معانا الملف بالشكل ده كده. كل اللي هنعمله كالاتي، هنروح على العمله، تمام، اللي هي دي كده، واحنا كنا مختارين الدولار، هنقوم جايين مختارينها نخليها الدولار. لازم تعمل النقطه دي طالما اخترناها في الاول الدولار زي ما انت شفت. شوف انت بقى كنت مختار العمله منين. طب انا اعرف منين ان انا كنت العمله اللي انا مختارها؟ يعني انا مثلا عامل ماستر ليج قبل كده وعايز اعرف العمله اللي انا كنت مختارها، ما انا مش فاكرها، يعني انا عامله من فتره وبتاع ومشيت فيه كتير. بتروح على الماستر ليج بتاعك، وتروح على النظام، بعد كده تروح على اعدادات عامه بالشكل ده كده، هيبدا يجيب لك العمله اللي عندك. اديك زي ما انت شايف كده وحده العمله مكتوب الدولار، فانت ممكن يبقى عندك وحده العمله حاجه تانية، يورو مثلا اي حاجه. فانت بتقوم جاي رايح هنا كده وتختار العمله اللي موجوده عند حضرتك في اللعبه او اللي انت عامل بيها الماستر ليج. تمام، ايا كانت العمله هتطبق معاك مفيش مشكله، بس لازم تختار العمله اللي تستخدمها في الماستر ليج ده اساسي. طيب هنروح على الدولار عشان احنا اخترنا الدولار، بعد كده هنروح عاملين علامه على دي كده بالظبط، نخليها ماكسيمم بالشكل ده كده، اللي هو خلاص هو بيضيف لك اعلى قيمه للفلوس. هنقوم جايين دايسين على ابلاي تشينجز بالشكل ده كده، هيقول لك سكسسفولي، دوس اوكي. بعد كده ضروري اوعى تقفل، لا تروح جاي دايس سيف بس بالشكل ده كده. في حد يجي يقول لي طب انا اسم المدرب ده مش بتاعي، ما ظهر ليش الاسم المدرب اللي انا عامله؟ ما تشغلش بالك، هتطبق عادي. مش عارف ده بقى بج من الاداه ولا ايه، بس ما تشغلش بالك، احنا هدفنا كله هنا. تمام، خلاص سيفنا وعملنا كل حاجه، تقدر بقى دلوقتي تقفل الاداء. هتقفل الاداء بالشكل ده كده، وبعد كده تعالى نرجع على الماستر ليج بتاعك. كل اللي هتعمله كالاتي، ان انت هتخرج كده من الماستر ليج بتاعك، بعد كده تقوم جاي دايس على ام ال، بعد كده تروح جاي دايس تحميل وتخش على الماستر ليج اللي انت زودته. تمام، هيخش معاك بالشكل ده كده اهو، هيبدا يفتح معاك. هنخش على اداره الفريق مفاوضات، هتلاقي ان الفلوس زادت عندك بالشكل ده كده وعدد كبير وكده. تمام، تقدر تشتري بقى اللعيبه اللي انت عايزها، تقدر تعمل اللي انت عايزه، الفلوس معاك مش هتقل يعني. بس ده كان الشرح بتاعنا بكل بساطه، وكده زودنا الفلوس زي ما احنا عايزين وظبطنا الدنيا زي ما احنا عايزين. طبعا الكلام ده مع باتش سوبر ستار بس، مش مع اي حاجه تاني. تمام، مع الناس اللي بتستخدم التحديث التالت. طيب انا لو بستخدم تحديث قبل كده من باتش سوبر ستار قبل التالت، لا في كان في اداه هنا، طبعا الاداء حاليا مع التحديث التالت الاداء اللي موجوده في السليكتور مش شغاله. تمام، ولكن مع التحديث الجاي ان شاء الله هندمج لكم الاداء دي، بحيث ان انت الموضوع يرجع سهل عليك تاني، وتقدر انك تجيبها من هنا اللي هو تدوس هنا تشتغل معاك على طول، لان الاداء اللي هنا مش شغاله. تمام، فالتحديث الجاي ان شاء الله الاداء دي هتكون مدمجه معاه، وتقدر خلاص تختارها من السليكتور عادي مفيش اي مشكله، عشان برضو نسهل على الناس او المستخدمين بتوعنا. تمام، وزي ما قلت لك الشرح ده لنسختين بتوع باتش سوبر ستار، سواء المدفوعه سواء المجانيه هيتطبق معاك مفيش اي مشكله. بس كده يا شباب، ده كان الشرح بتاعنا، اتمنى يكون الشرح عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. ما تنساش تعمل لايك شير سبسكرايب، مستنيين رايكم في الباتش، ونتمنى ان احنا نكون قدمنا تحديث محترم، تحديث يعجبكم، وان شاء الله اللي جاي هيكون اقوى بكتير وشغل اكتر، وهنكون متابعين معاكم باستمرار. كان معاكم احمد رضوان، اشوفكم تاني قريب باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.